دور الرضاعة الطبيعية في الوقاية من بدانة الأطفال. تعتبر البدانة من المشاكل والاضطرابات الصحية التي يسعى الباحثون لإيجاد سبل الوقاية منها. ولما كانت الرضاعة الطبيعية هي الطريقة الأمثل لتغذية الرضيع، خاصة خلال الأشهر الستة الأولى من العمر، قامت الدراسات حول دور الرضاعة الطبيعية في الوقاية من البدانة. فما هو ذلك الدور؟ لنتابع معا في هذا المقال ما تقوله أحدث الأبحاث. تعتبر البدانة أحد أخطر تحديات العصر الحديث، وقد تزايدت نسبة انتشار البدانة بين الأطفال خلال السنوات الأخيرة بشدة. لذلك توجه الباحثون إلى إيجاد سبل للوقاية من زيادة الوزن. إن فوائد الرضاعة الطبيعية ليست موضع شك على الإطلاق، فهي تعتبر الطريقة الأمثل لتغذية الرضيع، خاصة خلال الأشهر الستة الأولى من العمر، وذلك لما لها من العديد من الفوائد الصحية. ولكن ما هو دور الرضاعة الطبيعية في الوقاية من البدانة؟ قام الباحثون في أحد مراكز طب الأطفال Cincinnati Children's Medical Center بمراجعة أكثر من 80 دراسة أجريت حول الرضاعة الطبيعية خلال فترة لا تقل عن 20 عاماً، ونشرت النتائج في مجلة Current Obesity Reports. وأكدت الدكتورة جيسيكا وو، وهي باحثة في مركز Cincinnati Children's، إن كافة الأدلة التي تم رصدها حتى الآن تشير إلى أن الاعتماد على الرضاعة الطبيعية فقط في تغذية الرضيع يرتبط بشكل كبير مع انخفاض نسبة الإصابة بالبدانة بين الأطفال بمعدل 10-20%، كما أن إطالة فترة الرضاعة لكل شهر إضافي يخفض من خطر الإصابة بمعدل 4% إضافية. وتتابع الدكتورة، تشير الأبحاث الحديثة إلى أنه من خلال فهمنا لآلية تأثير الرضاعة الطبيعية ومكونات حليب الأم على نمو الرضع، سنكون قادرين وقتها على إعطاء وجهة نظر أكثر دقة عن طبيعة العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وتخفيض خطر الإصابة بالبدانة عند الأطفال. وقد أشارت الدكتورة جيسيكا وو وزميلتها الدكتورة ليزا مارتن إلى 3 عوامل حيوية ترتبط بحليب الأم وبالبنية الفيزيولوجية للطفل، يعتقد بأنها تفسر الآلية المحتملة لتأثير الرضاعة الطبيعية على خطر الإصابة بالبدانة عند الأطفال. وهذه العوامل هي: تأثير وزن الأم، أثر الرضاعة الطبيعية على عمل الجهاز الهضمي من خلال الحفاظ على توازن الفلورا المعوية، وأخيراً التأثير في حاسة التذوق ونمط الحمية الغذائية المفضل. تقول الدكتورة مارتن إن طبيعة العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وزيادة الوزن أمر معقد جداً، وترتبط بالعديد من العوامل، منها اختلاف تركيب وإنتاج الحليب بين مختلف الأمهات، مما يشير إلى أن التأكيد على دور الرضاعة الطبيعية في الوقاية من البدانة عند الأطفال ليس بالموضوع السهل، وهو بحاجة إلى مزيد من الدراسات.